السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا هلا مرحبا بكم في حلقة جديدة، وكل عام أنتم بخير ورمضان مبارك. إذا كانت هذه أول مرة تشرفني فيها القناة، معاك أخوك هاشم العلوي، وفي هذه القناة نحب نسلط الضوء على تطوير العمل الحر الإبداعي. إذا كنت مهتم في مجال التصوير أو الإنتاج الموسيقي أو الرسم أو أي مجال إبداعي، فأنت في المكان الصحيح. قبل أن نبتدي حلقتنا اليوم، لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع جميع أصدقائك حول العالم، عشان نقدر ننشر هذه المعرفة لجميع الناس المبدعين. هذه الحلقة هي الأولى من سلسلة مخصصة للناس المهتمة في تحويل مهاراتهم أو شغفهم إلى مشروع ناجح. راح نغطي مواضيع متنوعة في هذه الحلقة، فأتمنى أنك تكون معاي لنهاية الحلقة. اليوم راح نتكلم عن 6 حواجز لازم تخليها بينك وبين العميل، عشان تضمن استقرارك في العمل وتضمن انه يكون العمل شيء مو مزعج ولا انك تتضايق لما تشتغل، وان يكون في راحه نفسيه لك وللعميل ايضا، وفي نفس الوقت ما يكون لها اي تاثير سلبي على المدخول اللي قاعد تحصله من المشروع هذا. خلونا نستعرض هذه النقاط الحين، وخليك معي للنهايه لان انا متاكد ان النقطه الاخيره راح تهمك. اول نقطه راح نتكلم فيها هي تحديد وقت معين للرد على العملاء. مفهوم العمل الحر لا يعني انك انت متواجد 24 ساعه، مو معناته ان العميل يقدر يتواصل معك في اي ساعة من اليوم، الصبح، في الليل، العصر، وقت انت تكون مشغول فيه، لا، هذا مو معناته العمل الحر. لازم تحدد وقت من خلاله يكون وقت الدوام الرسمي اذا حبينا نسميه. في خلال هذا الوقت انت تقدر تترد على العملاء، على ايميلاتهم، على اتصالاتهم، وبس، ما يقدرون يتواصلون معك خارج هذه الأوقات اللي أنت تحددها. وتحديد هذه الأوقات طبعاً راح يعتمد عليك أنت كشخص، هل أنت من النوع اللي يحب يشتغل مثلاً في النهار، هل أنت من نوع الناس اللي يحب يبتدي يشتغل من العصر مثلاً أو يبتدي يشتغل في الليل. هاي كله يعتمد عليك أنت وعلى طريقة عملك، لأن إذا حددت وقت للتعامل مع العملاء راح أيضاً تحدد وقت مخصص يكون فقط لك ولعائلتك وللناس اللي أنت تحبهم والناس اللي حواليك، يعني بشكل عام. عشان نقدر ان احنا نخلي هذا الحاجز لازم نخلي في بالنا كم من شغلة. اول شغلة هي تحديد التوقعات. شو يعني تحديد التوقعات؟ يعني اذا انت حددت وقت معين العميل يقدر يرد عليك فيه، هني العميل خلاص قال لنفسه ان انا عندي بس هاي الوقت اللي اقدر اتعامل فيه مع هاي الشخص، ما اقدر مثلا اطرش له ايميلات في الليل واتوقع انه يرد علي في نفس اللحظة. فانت كذي حددت التوقعات اللي بينك وبين العميل. شيء مهم جدا ايضا انك انت تتجنب التواجد طول الوقت. حاول انك ما تشيك ايميلاتك خارج الاوقات اللي انت حددتها، يعني لا يكون مثلا التليفون معاك والايميل كل 5 دقائق قاعد تشيك اذا مثلا احد ارسل لك شيء او اذا في مشكله معينه تبي مثلا تحاول انك ترد عليها في نفس الوقت. طبعا هذا مو معناته انك انت اذا في نص مشروع مهم لازم تكون متواجد طول الوقت عشان تضمن ان المشروع ينجح والكل يكون راضي عنه، بس مو معناته ان اذا ما في شيء مهم انك انت تقعد تشيك ايميلاتك كل شوي وتتوقع ان مثلا احد يطرش لك ايميل خلال 5 دقائق مثلا انك لازم ترد عليه. لا 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 لا، هاي الاشياء كلها لازم تكون لها ليمت، لازم يكون لها حد معين، لان اذا كانت عينك على الايميلات طول الوقت راح تزيد عندك نسبه التوتر والتعب. نقطه اخرى هي الحفاظ على الصحه العقليه. هاي شيء جدا مهم يا جماعه. اذا كان عقلك متوتر وتعبان ما راح تقدر تبدع في شغلك، ما راح تقدر تخلص شغلك بالطريقة المطلوبة. فحاول تأخذ وقت للراحة خاصة في المشاريع اللي تكون مدتها طويلة جدا. النقطة اللي بعدها هي استخدام التكنولوجيا بالشكل الصحيح. شنو يعني استخدام التكنولوجيا بالشكل الصحيح؟ تلفونك العادي في خاصية اسمها Do Not Disturb، في خاصية تمنع أن الناس تتواصل معك لما أنت تشغل هذه الخاصية في التلفون. حاول أنك تستخدم هذه الخاصية إذا أنت قاعد تشتغل في مشروع أو أنت في وسط مشروع مهم وقاعد تحاول أنك أنت تركز فيه. أوكي، حين إحنا تعلمنا عن شلون نضع التوقعات بيننا وبين العميل وشلون أن إحنا نخلي وقت معين للعمل فيه. النقطة الثانية اللي بتكلم عنها هي تسلم طلبات التغيير، أو اللي هو يسمونهم change requests. في كل مشروع طبعا شيء طبيعي أن العميل يطلب أنه يصير فيه تغييرات، ولكن الشيء اللي مو طبيعي أن هذه التغييرات ما تنتهي. يعني العميل بكل بساطة يتوقع أنه هو يرسل لك كل التغييرات وما يكون في أي نوع من التكلفة الإضافية اللي أنت راح تقول له عنها. هذا الشيء جدا خاطئ يا جماعة، والمشكلة أيضا أنه ما راح يأخذ بس من وقتك بدون أي تكلفة بالنسبة لنظرة العميل، ولكن أيضا راح يأخر موعد تسليم المشروع وهذه مشكلة أكبر. فلهذا السبب خلي في بالك كم من نقطة. أول واحدة هي تجنب الإيميلات. لا تستلم أي طلبات للتغيير من العميل عن طريق الإيميلات أو الواتساب
أو المسجز أو الاتصالات الهاتفية. حاول أن يكون في نظام معين يعتمد أو أن يكون معتمد بينك وبين العميل لوضع هذه التغييرات. مثلا إذا قلنا أن أنت قاعد تشتغل في مجال فيديو إديتينج أو اللي هو تحرير الفيديو، في برامج معينة موجودة في السوق مخصصة لاستلام الطلبات لهذا النوع من الأعمال. على سبيل المثال برنامج مثل frame.io، هاي البرنامج جدا 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 رائع للناس أو لفرق العمل اللي قاعدين يشتغلون على مجموعة فيديوهات مع بعض. كل واحد يقدر أنه يروح على الفيديو ويروح على التايم لاين ويحط التعليق اللي يبي، وانت بدورك كشخص قاعد يشتغل في هاي المشروع تقدر أنك أنت تمشي على هذه الملاحظات بالتسلسل وتعلق عليها، أو أنك مثلا تسوي لها أن هي يبيلها مثلا استفسار أكثر، أو مثلا ممكن أنك تقول أن هي دن أن خلاص خلصت الملاحظة هذه وأنك أنت نفذتها. فحاول أنك أنت تستغل هاي النوع من البرامج، شوف أنت شنو نوع العمل اللي قاعد تشتغل فيه، وحاول أنك تحصل برنامج يساعدك في وضع هذه الملاحظات بينك وبين العميل. النقطة الثانية في هاي الموضوع هي وضع حد أقصى لعدد التغييرات. يعني لا تخلي التغييرات مفتوحة، وتأكد أنك تذكر هذا الشيء من البداية، أن التغييرات يكون مثلا كحد أقصى العميل ممكن أنه يرسل لك 3 أو 4 تغييرات أو 5 تغييرات ماكسيموم. وخلي هاي الشيء واضح من البداية، لأن إذا ما حددته من البداية العميل بيتوقع أن التغييرات مفتوحة وما في حد ويقدر يرسل لك إياه في أي وقت، وما يتوقع أنك أنت راح تسأل عن أي تكلفة زيادة. التعاون مع العميل يا جماعة لازم يكون بشفافية واضحة من بداية المشروع. فكل ما أنت حددت من البداية شنو هي قوانينك، ما نقول قوانين مثلا، بس شنو هي الأشياء اللي لازم أنك أنت تكون واضح فيها من البداية، العميل جدا راح يحترم هاي الشيء ترى يا جماعة. وإذا العميل محترم هاي الشيء ممكن أنك تقول حق العميل مع السلامة، ويمكن هاي الشيء يكون أريح لك طبعا من البداية، بدل ما تدش في مشروع يطول وما تستفيد منه وتطلع منه حتى بعض الأحيان خسران. النقطة الثالثة اللي بنتكلم فيها وذكرناها قبل شوي اللي هي وضع حد أقصى للتغييرات المطلوبة، ولكن طبعا لازم يكون في مجال حق الخطأ. أنت طبعا ممكن أنك أنت أيضا تخطئ، فإذا كان الغلط من جهتك أنت كمورد أو كفندر أو كفريلانسر، هاي الشيء لازم العميل ما يتحمله، لازم هاي الشيء يكون أنت تعترف فيه طبعا من البداية إذا أنت غلط، وطبعا عادي إحنا كنا بشر وممكن جدا نغلط. اعترافك بهاي الشيء من البداية لازم يكون واضح وصريح، والعميل أيضا راح يحترم هاي الشيء. فخلي في مجال إذا قلت حق العميل إن في حد أقصى للتغييرات 3 أو 4، وواحدة من هاي التغييرات نتج عنها خطأ كان سبب منك أنت، هني طبعا لازم إنك أنت توضح هاي الشيء للعميل وتقدم له تصحيح للموضوع أو تعديل لهاي الشيء اللي صار فيه الخطأ بدون أي تكلفة إضافية. ووضح أيضا للعميل أن هاي التغيير ممكن أنه هو راح يأثر على مدة تسليم العمل. إحنا في النهاية طبعا لازم موعد تسليم العمل يكون واضح، وأوكي حتى لو بيصير في تأخير شوية لازم يكون في هاي الديدلاين يكون واضح من بداية المشروع. وإذا طلب العميل تغييرات زيادة غير 3 أو 4 تغييرات اللي أنتوا تكلمتوا عنها واتفقتوا عليها، خبر العميل أن هاي الموضوع راح يحتاج دراسة، راح تشوف شنو طلب التغيير اللي تم إرساله لك من العميل نفسه، وراح تدرس هاي الطلب وتشوف إذا راح يكون عليه تكلفة زيادة، وتشوف مدى تأثيره على موعد تسليم المشروع النهائي. خلي هذه الأمور واضحة صديقي المبدع من البداية، صدقني صدقني راح تفتك وترتاح في هاي المشروع اللي أنت قاعد تشتغل عليه. بعدين إذا أنت وضحت للعميل إن في تكلفة زيادة للطلبات التغيير الزيادة هذه، العميل نفسه راح يفكر مرتين وثلاثة قبل لا يرسل لك أي نوع من التغييرات. يعني ما يتوقع إنه مثلاً راح أرسل التغييرات هذه والله وهاشم ما راح تكون عنده مشكلة، عادي راح يسوي لنا إياها بدون أي مشكلة. لا، إذا قلت له إن في لمت وأي تغيير بعدها راح يكون chargeable أو راح يكون عليه تكلفة إضافية، العميل راح يفكر مرتين قبل ما يرسل لك أي نوع من الملاحظات. قبل أن نكمل حلقتنا اليوم يا شباب، خلوني أخبركم عن راعي هذه الحلقة وهو موقع أثير. موقع أثير هو منصة شاملة تجمع بين مجموعة واسعة من الأدوات المتقدمة في مكان واحد، واللي يخليه مورد لا غنى عنه للمحترفين والهواة اللي حابين تحسين جودة المحتوى اللي ينتجونه. من بين المزايا البارزة اللي يقدمها موقع أثير هي قدرته على تحويل النص إلى صوت بنبرة طبيعية جداً، وبالمقابل يوفر الموقع خدمة تحويل الصوت إلى نص مكتوب بدقة عالية. هذه الخصائص تعتبر طفرة بالنسبة للمحتوى العربي،
لأنها تفتح أبواب جديدة للمبدعين والمؤلفين والصحفيين اللي حابين تحويل المحادثات، المحاضرات أو حلقات البودكاست إلى نصوص مكتوبة. والحلو أن الدقة العالية في إنشاء المحتوى باللغة العربية تخلي أثير AI أداة لا غنى عنها للناطقين باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يقدم الموقع إمكانية إنشاء حساب مجاني يسمح للمستخدمين تجربة جميع الخصائص المتاحة قبل الاشتراك، وهذا يعطيك فرصة لاختبار جميع الأدوات اللي يوفرها الموقع بشكل مباشر. راح أخلي لكم رابط الموقع في وصف الفيديو، وتقدرون بكل سهولة أن تنشئون حساب بالمجان وتجربون الخواص الموجودة في الموقع. أوكي يا شباب، خلونا نكمل الحلقة حين ونتكلم عن النقطة الرابعة، وهي وضع الأنظمة والعمليات للمشروع اللي أنت قاعد تشتغل فيه. وضع الأنظمة ترى لا يعني أنك أنت تروح وتستثمر مبالغ كبيرة جدا في software ولا في اشتراكات لمواقع تسهل من عمل المشروع اللي أنت قاعد تشتغل عليه. القصد هنا أن أي نوع من الإجراءات أو العمليات processes يعني راح تساعد بشكل كبير في تسهيل العمل اللي أنت قاعد تشتغل فيه، في تسهيل مشروعك بشكل كامل، سواء كانت أنظمة إلكترونية أو إجراءات معينة أو processes معينة خلال عملك في المشروع. كل هذه الأشياء مهمة جدا لضمان سير عمل المشروع، وعشان تضمن استقلالك في العمل الحر وضمان الحصول على نتيجة رائعة في كل مشروع أنت تشتغل عليه، لازم يكون عندك سيستم واضح لطريقة وآلية العمل. وهذا الشيء يا جماعة نشوفه بشكل واضح في الشركات الكبيرة مثل جوجل، مثل أبل، مثل أمازون. كل هالشركات عندها مجموعة إجراءات هالكبر واضحة لكل عملية تصير في الشركة. فأنت طبعاً بما أنك أنت مبتدئ في هاي المجال، ما أتوقع أنك أنت تحتاج أن يكون عندك إجراءات هالكثر، ولكن أنصح على الأقل أن يكون عندك برنامج أو شيء بسيط تقدر أنك أنت تدير فيه المشروع وتدير فيه العمل الحر اللي أنت قاعد تشتغل فيه. واحد من البرامج اللي أنا شخصياً أستخدمها ولا ممكن تحصلها بالمجان، وطبعاً هاي مو سبونسرد ولا أحد مسوي له أي نوع من السبونسرشيب، هو برنامج كليك أب. برنامج كليك أب الحلو اللي فيه أنه هو مجاني طبعا، عشان انك انت تبتدي تقدر تبتدي بدون اي تكلفه، ويساعدك بشكل كبير. يعني النسخه المجانيه منه تساعدك بشكل كبير جدا، ما احتاج انك انت تشترك فيها الا لين ما توصل لحد معين من التاسكات او المهام او المشاريع او الاشياء الخواص اللي انت تحتاجها في البرنامج نفسه. من خلال هالبرنامج تقدر تحدد المشاريع، تحدد كل مهمه في المشروع، متى تاريخ تسليم هاي المهمه، ومن الشخص المسؤول في هاي المهمة. إذا عندك مثلا أكثر من واحد يشتغل معك في العمل الحر هذا، ممكن أنك أنت تحدد لهم المسؤولية أو تحدد لهم المهمة وتشوف ما تقدرون هما يسلمونها. الأشياء البسيطة هذه ممكن تكون بديهية حق الواحد من البداية، ولكن استخدامها جدا 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 مهم لتنظيم عملية البزنس مالك، عملية العمل الحر اللي أنت قاعد تسويه الحين. وواحد من الأنظمة هاي طبعا مو نظام إلكتروني، بس واحد من الأنظمة اللي أنت ممكن تستغلها أيضاً في المشروع هي إمكانية فصل العميل. إيه نعم، إمكانية فصل العميل. يمكن تقول لي أوكي، ليش أبي أفصل العميل؟ ليش أبي أوقف التعامل معه؟ ساعات يا جماعة ترى العمل مع بعض العملاء، اللي خاصة العملاء اللي ما يفهمون طبيعة عملك، متعب جداً، ومن الأسهل أنك أنت تفصلهم من، مو شرط من بداية المشروع، بس إذا وصلت معهم في المشروع لمرحلة معينة حسيت أنها هي خلاص ما تقدر أنك أنت تتفاهم معهم، أنا أنصح أنك أنت تقول لهم مع السلامة. خاصة إذا ما كان في نوع من الاحترام بينك وبين العميل. إذا كان العميل عبالة أنك أنت واحد قاعد تشتغل عنده أوكي أنت تشتغل معاه ما تشتغل عنده، ففي ناس لا، ممكن يفهمونها بمعنى ثاني وعبالهم أن أنت نوع من الخادم بالنسبة لهم. هاي النوع من الناس أنت ممكن تقول لهم مع السلامة بدون ما تحس بأي نوع من تأنيب الضمير. وهاي الشيء يكون واضح إذا العميل بدأ يطلب أشياء غير منطقية في المشروع، أشياء ما كان متفق عليها من البداية، أشياء ما كان لها داعي أنها تصير بالطريقة اللي هو كان يقول عنها مثلا. فأسهل شيء تقول له أنه ما أعتقد نحن نقدر نكمل مع بعض، أنت في طريق وأنا في طريق. ننتقل الحين إلى النقطة الخامسة، وهي تحديد نطاق عمل واضح أو تحديد السكوب اوف ورك للمشروع. وهاي النقطة ممكن انها تكون بديهية لبعض الناس، ولكن وجودها او التأكد من وجودها في بداية العمل مع هاي الشخص جدا 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 مهم، لان وجود سكوب اوف ورك راح يمنعك من شيء اسمه سكوب كريب. شنو يعني سكوب كريب؟ سكوب كريب يعني العميل يبتدي يعطي طلبات او يطلب منك تغييرات
ما كانت موجودة ولا كانت حتى من ضمن نطاق العمل المتفق عليه. ويمكن من منطلق التعاون بينك وبين العميل أنت راح توافق على هاي التغييرات، ولكن شوي شوي التغييرات تبتدي تصير غير منطقية وغير طبيعية، وهاي اللي اسمه scope creep. لأن كل الوقت اللي راح تقضيه في عمل هاي الطلبات اللي ما كان متفق عليها من ضمن scope of work راح تخسرك وقت وتخسرك تكلفة مادية إذا أنت قاعد تشتغل في شيء معين قاعد ياخذ منك وقت ما كان صار لبلانينج يعني من قبل، ما كان مخطط له من قبل. عشان كذي من بداية المشروع لازم يكون في نوع من العقد بينك وبين العميل. هاي العقد راح يوضح كل نطاق العمل، كل نقطة من نطاق العمل، شو الأشياء المتوقعة منك، شو الأشياء المتوقعة من العميل، شو الأشياء المتوقعة وموعد استلامها من العميل. يعني في أحيانا أوقات أنت ما تقدر تشتغل فيها إلا لما يكون عندك كل المواد اللي أرسل لك إياها العميل، وهاي طبعا الشيء يكون واضح في مشاريع مثلا إنشاء مواقع إلكترونية. أنت ما تقدر تشتغل غير مثلا ما يكون عندك نوع من محتوى موجود، اللوجو، الصور، الألوان اللي يختارها العميل، فهاي يمنعك أنك أنت تسوي شغلك. فوضح من البداية بينك وبين العميل متى التواريخ المتوقع استلامها لكل جزئية خاصة مرتبطة بشكل مباشر مع الشغلات اللي أنت راح تشتغل عليها. ولا تنسى مثل ما قلنا قبل شوي أنك توثق عملية التواصل بينك وبين العميل، عساس لا توصل الأمور لا سمح الله إلى مواضيع قانونية ويصير في رفع لقضايا أو مطالبات قانونية منك أو من العميل. فإذا ما رح تستخدم أي نوع من الأنظمة اللي تكلمنا عنها قبل شوي، على الأقل خلي يكون في إيميل واضح من بداية المشروع في كل الأمور اللي اتفقتوا عليها، كل البنود الخاصة بالscope of work أو بنطاق العمل، والتوقعات لمواعيد التسليم لكل جزئية في هاي المشروع. كل هذه الأشياء طبعا يا جماعة راح تنعكس إيجابيا على موضوع احترافيتك في العمل، وهذا طبعا شيء جدا مهم. والنقطة السادسة والأخيرة اليوم، واللي أنا أتوقع أنها جدا مهمة بالنسبة لك وبالنسبة لي أيضا وبالنسبة لنا كلنا، هي وضع سياسة واضحة للدفع. لازم من بداية المشروع يكون في سياسة واضحة للدفع عشان ما يكون في أي نوع من الإحراج لك وللعميل. مو حلو أنك أنت تروح تسأل عن مثلا مبلغ معين أو عن تسليم دفعة معينة وما كانت هاي الدفعة أصلا موجودة من ضمن بنود العقد أو من ضمن بنود التعامل مع بعض في هاي المشروع. سياسة الدفع هذه ممكن أنها تشمل مثلا شلون أنت راح يتم الدفع لك، هل راح يتم من خلال الحوالة البنكية، عن طريق مثلا PayPal، عن طريق موقع TapPay، تشيكات مثلا، الدفع كاش، كل هاي الأمور لازم تكون واضحة من البداية. وجزء آخر من هاي السياسة هو متى راح تكون الدفعات المتفق عليها، هل راح تكون 50% مع بداية المشروع و 50% لما يتم تسليم المشروع، هل راح تكون مثلا على 4 دفعات، 25 25 25 25، أي نوع من الدفعات أنت تتفق عليها لازم تكون موثقة من البداية ويكون العميل موافق عليها. وإذا كان في بالك أن المشروع راح يطول، أنصحك أنك تحصل أكبر دفعة ممكنة في بداية المشروع، لأن ما تضمن شنو راح يصير بعدين، هل راح يصير في تغييرات كثيرة في المشروع، وهل راح يكون في مماطلة كبيرة في الطلبات. فحاول أنك أنت تحمي نفسك من بداية المشروع، وخاصة في المشاريع اللي تعتقد أنها راح تأخذ وقت طويل. ولازم أيضا يكون في عندك سياسة واضحة في حال العميل تأخر عن دفع هذه المبالغ. يعني ممكن أنك تقول في بداية المشروع مع العميل، إذا أنت يا فلان تأخرت أسبوع أو أسبوعين من تاريخ إرسالي للفاتورة، راح يكون في غرامة أو مبلغ إضافي راح يندفع بسبب هاي التأخير، خاصة إذا أنت كنت تتعامل مع فريق عمل ولازم تدفع لهم مبالغ. هاي الأشياء ترى جدا مهمة يا جماعة. فممكن تقول مثلا للعميل، إذا تأخرت أسبوعين من تاريخ الفاتورة راح يكون مثلا في غرامة 10%، 5%، مبلغ محدد مثلا 20 دينار، 50 دينار، أو 100 ريال أو 200 ريال اللي هو. هاي الشيء لازم يكون متفق من البداية مع العميل، عشان هو بعد يكون جدي في موضوع الالتزام بموعد تسليم هاي الدفعات. ولا تنسى أيضا أنك تخلي في وضعك لسياسة الدفع بند خاص يضمن للعميل استرجاع للمبلغ في حال صارت مشكلة أنت السبب فيها. يعني مثلا إذا أنت ما قدرت تسلم المشروع أو أنت ما قدرت تخلص مهمة معينة، لازم يكون في بند يقول للعميل أنه هو للأحقية أنه يطلب الدفعة اللي مثلا دفعها، أو أنت مثلا يا هاشم يا فلان مالك حق أنك أنت تستلم هاي الدفعة لأنك أنت مثلا ما سويت 1 2 3. هاي الشيء طبعا شيء طبيعي جدا،
ويضمن للعميل انه هو يقدر يثق فيك. ان شاء الله عجبتكم يا جماعه حلقه اليوم، لا تنسون مره ثانيه تعطونا زر اللايك وتشتركون في القناه وتشاركونها مع جميع اصدقائكم حول العالم. اتمنى لكم دوام الصحه والسعاده، واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه.